عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. وإله العالمين قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ما بعد أنا أبو الشيخ ميهي أرضي بعض إلا دوا خير باكو جرا لكن علماء إلا دوا فعلا خيرنا ودون إنسان كلنا خير بان دوننا إلهينا خير بون الله دوننا بني آدم كونن خير بين ربان شر من ربان لبان بين ربان خسارة من ربان نولوش أدوية بنيو هكا كتير ربان إنا كحما تبر ربان أشغالهم شتى وهدفهم واحد داتو شقوين كأي هيام باك لجادة وكلا دول لكن هدف هو ميت كليه فغير كهدان لفريسة توتر على محاضر ربطا وكلية هاي والله نولوش أدوية دنين إيه هكا كتير ربان مسكين كهديس وعاش الله ويديون إسنا جوابتا أبو حسين مليونير كهدي الله ورئيسنا يسمون سؤاشا جوابتا أبو كسين ملوك تا إيا وقرادا إيا وزارادا إيا دادك أدنوك للايا هاي وحبايا قانا لما أنتو ده دي الله إلا محاد ربطا محاد ده ليسان محاد دون إيسان محاد نييسان تيهين إنتو ودما نوحي إليهن وحار ربنا نلوش أدوية دانا قابانا ينوها قاكتو خسارة من ربان شر من ربان مصيبة من ربان لبني أركان من ربان وناك بين ربان وناك وطبيعة بني آدم كإلهك وأبوري نوقفك بني آدم كمر والبا وحفي عنه وجعل هذا وحو ناكسن نولول وناكسن شقو وناكسن رير وناكسن أبد وناكسن دولد وناكسن شعب وناكسن ضد وناكسن ضل وناكسن وف وحو ربا دونك مجو وف والبا وحو ربا وناك بالربا بركا وناك بني آدم كو أيدونا يا نوردن إلهي بها يعيدك لما هيسو يا هيا إلهي بها قل إن الخير كله لله بيده الخير وهو على كل شيء قدير خير هو دنك عنت إلهي بكجرة عنك لكم أجر بني آدم كون ما دام خير دون أيو خيركم ماشي قوي اللي عقل قيسكو قرن كريم أيو لذلك إلهي جل وعلا بني آدم كبشرية عقل وككم دين علم با إلهي سرع علم كتب أنزل الكتب وأرسل الرسل رحمة منه جل وعلا إلهي جل وعلا إسقوا بني آدم كأن حريصنا يا وخير لضى معصن وخير لضونا يا أيا إلهي بني آدم كأوحو أصود جيي كتب إرقني إلهي جل وعلا وأصود ري إرقو رسل بركاسة بني آدم كنالي يا خير من ربتا رسول شراعة وناد من ربتان كتابك إلهي سود جيي راعة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طريقة إلى هاي لا يهي مرة طريق الإسلام طريق النبي يدو أي مرين عليه الصلاة والتسليمات مركز بشر كدم بشخص يقوم الرئيي بشر يدو أي كبل أبن تيب إلى هاي جل وعلا النبي بكدق أبو البشر وحوها آدم عليه السلام آدم نوحوها النبي بوها نبي لما دهن مارك تاني وزير بوها لما أوران بقر بوها لما أوران بيلوت بوها لما أوران تاجر بوها لما أوران مارك تاني إنجينير بوها
لكن نبي آدم عليه السلام وكان نبيا آدم عليه السلام نبي بوها نبي نوا ما حس فديسو إلهي إنه أضيع مويا نشهوات كسي النفتي سنبي وما أضيع أبو البشر أبهن كي أنك بلا بني أدوية إنا نما نسبب توها إلهي جل وعلا وحى كي للنبي النبي نصف هذا اللي ويا قانا وما حي وامد إلهي جل وعلا أو دورتي أو إلهي عصمه وسيي ومرنا إلهي أن عاصيين إن إلهي أضيع ما إن إلهي النبي وما عصي هذا الكي وجوه ري النبي آدم عليه السلام أفكي سكسو بحينا وحوها الحمد لله آدم عليه السلام أريق وقوم الرياء الله مركي لك أنا وكوها لنا وحوها ربنا ظلمنا أنفسنا صدح لا سأل الله دون يا ابن آدك هنا كده حيا صدح ده نبي قرع نبي قد يوم طريق النبي يد مر طريق النبي يد ومحي وطريق الهدى وحنونك الرع ويان هذا هنونك قرع ويدنا هودا هذا راعسا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى غفق قوق كبرى لأن الله شنير أدوية إيه قابن آخر ذي وين يتكدر بتك قاتب إلى هاي ليه هاي فإن نفتي سهودي هودي ذراعة قاسي هالك وقدم بين يبا إلى هاي الواجحين وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وفق كبغ الله كلك إلهي جل وعلا أدوية إلهي كيني أي حدوت الله كل من دون تايو كحساب دون ونهى النفس عن الهوى نفتي سوحي دون سنة كوع لأودي دا نفتادها أدعين نف عبدها النغونا وحام نغتا الله عبد النغو فإن الجنة هي المأوى بإلهي هل كهو كدن بيني وجنة قفلس الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بنبي قد عليه الصلاة والسلام أدوية وقفك مؤمنك جيل كيسي ويان كافر كان وجنة ديسي ما حاك كافر كجنة أدوية اللغاية ليبا الليلو وفك كافر كإلهي أنقرنين وجود كيسا أنقرنين آخرين جرتنا كل حساب تمين أدوية ننتو جوغي ساق وحبك حاران ما هنا وحليه وحاو دونو أدوية كو سمين يا إساق وحاو دونو كو دقيسين يا وحاو دونو كعون يا ماشو ربو مر يا وحاو دونو مغل يا صدو دونو سعون يا لأن جنة ديسي وحلكن جنة ديسي وحلكنو شهوات كيسي وحي نفتيس وحي جعلي دون حلكنو كو قدن يا لكن هدو مركو دنتو إساق جنة دي بو كبحايا ونار تبا لغو طور يا والعياذ بالله أما قفك مؤمنك إلهي كبقايا إساق هودي سمر راعي حلكن شهوات كيسي كو قدن معيو هل كان وحاء راعيا هنونك أيو راعيا إلهي عز وجل أمرك سو راعيا أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بو راعيا وحي شرع عدو أي فرتيب الله إيمانيا وحي شرع عدو كربتنا وكربتون وكربتون أنا يا لأن هدو تولى مركو دنتو وحاو كبحيا مركا جيل كيبو كبحيا لأن مركا جنة دي بو قليا وفق والله حين مركا ليلة دم حال لك حدا وفق بلي شيء والله حدا وحال لك حدا اختيار كيسي بالك حدا اختيار كي بالله قاضي موبايل كي بالله قاضي يا أوردر كي بالله قاضي يا أوردر غوني يا الله حرا يا أقول بالله حرين يا وساعدا الله سودين يا ساعدنا والله حرين يا تدبات كنا هل مالين بالله يا با إنه أهل كيس بيد مد وقابل الله يا با مرجانا والله سو حرين يا وحوقفك كحرين يا وحويا وحين نفتيس وأجعليت بالله حري قفكاس مرجاني كجيل كجرا وحويا هم يجيسو أقل دسك فكر مايو غورسا كفكر مايو أدوية كشغية كفكر مايو بايع مشتر كفكر مايو نيكا جيل كجرى هميقيس وحويان جيل كان غورما كبح يابو لأي هاي بس يساقو مرقا مؤمن قفك مؤمنك وحو نبي قول لأي هاي أدوية دا انتو جوغ جيل بو كجرى وامحي مؤمنك أدوية دا انتو جوغ وحا اي نفتيسو اي دونتو معناها اويا لمايو ويان وحا اي نفتيسو اي دونتو مقاشين مايو وحا اي شيسو دونتو وقالان مايو وحا عرف كيسو دونا احكوها اللي مايو وحا عروشيسو دونا تصيني مايو صدا او ربا او سعوني مايو وحا او دونا ايقي مايو وحا او دونا كوها اللي مايو ماشو ربا فريساني مايو ماشو ربا دقالها كبحيني مايو وادون الهي تبارك وتعالى لحذن كاسني ادوية او جوغو وحا او كشغيني مراقبة مع الله عز وجل وحا اولي الهي بي اركايو انيقى مغلايا
marka jeel buu ku jiraa isagu dadna muxuu ka fikiraya maadaama adduunyada dusheedii qofka muuminku uu hawadiisii ka weeday uu hanuun ka raacay amarka ilaahay maadaama uu raacay uu amarkii naftiisa ka soo hadhay amarkii rasuulka markuu raacay amarkii sheydaanka markuu ka soo hadhay hamigiisa ugu weyn qofka muuminka waxa weeyaan goormaad jeelka ka bixi doontaa jeel baad ku jirtaa bilaal radia allahu canhu bilaal alxabashi radia allahu canhu maalintuu dhimanayay ee sankaraadkuu qabtay ayay islaamdiisu dul barorotay ku tidhi waa xasrataah waa xasanaah waa darabaah markaasuu indhaha kala qaaduu ku yidhi na aniga ha igu dul dhawaaqinu ha igu dul balanbalinu ha igu dul qaliine waxaad tidhahdaa quulii waa farxataah waxaad tidhahdaa waa farxadda buu ka yidhi markaasay ku tidhi maxaan ku farxaa sawdiga iga dhimanaya ma wuxuu ihi hadan nalqa alaxibah muxammadan wa saxbah anu baritoola waxaan la kulmayaa nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii baan la kulmayaa jeelkii baan ku jiray jeelkaan ku jiray baan ka baxayaa jannadii muxamed uu galay baan galayaa buu leeyahay limaada lianna bilaal radia allahu canhu mubashir biljanna buu ahaa mubashir biljanna habeenkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam micraashka markuu soo noqday nebigu waa kii ka yidhi bilaal innii samictu dafana calayka dafana calayka amaamii fi ljanna yaa bilaal shanqadhaade kabahaaga shanqadhowdii ayaan jannada hortayda ka maqlee maxaad igaga badisood halkaa ku gaadhay buu rasuulku yidhi wuxuu ihi yaa rasuul allah anigu waxaan laazimaa taharad ayaan laazimaa meesha weysadu ay igaga jabtana waa ku weyse qaataa dadna salaadna ilaahay inuu ii qadaray baan tukadaa intuu alla ii qadaray baan tukadaa markaabuu nebigu ugu jawaabuu ku yidhi haadihi hiya allatii balaqadka ta aad maqaamka ku gaadhay waa weyse qabka aad laasimtay iyo markaad weyse qaadata labada ragacdooda tukanayso taad maqaamka ku gaadhay waa taabuu rasuulku yidhi walaalayaal qofka bini aadanka waxa darajadaada kor kuu qaadaaya ee qiimo kuu yeelaaya maaha lacag maahin qabiil maahin cilmiga maadiga dadku maanta ay run moodayaan maaha maadada iyo daaraha lagu tartamaye waxaa qofka bini aadanka kor u qaadaaya waa iimaankii camalka saalixa man kaana yuriidu alcizata falilaahi alcizatu jamiica wuxuu siiyey wuu siikaa yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa buu nebigu ku yidhi laa tadacanna fii dubri kulli salaa an taquul allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika yaa mucaad yaa mucaad waxaan kugula dardaarmayaa salaad walba gadaasheeda inaanad ka tegin inaad tidhaahdid ilaahu aniga waxaad igu kaalmaysaa waxaad igu kaalmaysaa ilaahu waxaad aniga igu kaalmaysaa daacaddaada iyo dikrigaaga iyo cibaadadaada teeda wanaagsan cibaadada wanaaggeega maada nebigu ma siinay ninkau jecel yahay adduunye ma siinayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam shaksiga uu nebi maxamed jeclaado waxaa la siinayaa acmaal ilaahay u dhowaynaysa waxaa loo sheegayaa ducada ilaahay jalla wacalaa alkhasaa'inta ilaahay furaheega lagu furanayuu nebigu siinayaa walaa adri habeenka mucaad bnu jabal kayfiyadee buu ku seexday ubay bnu kacab yaa ubay ina allaha amaranii an aqraa calayka lam yakun aladiina kafaruu wasamaanii buu ihi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahay baa kule ubay bnu kacab waa ninka ugu akhrista fiicna qur-aanka ilaah ayuu nebi maxamed leeyahay yaa ubay ubay bnu kacbow rabbigay baa i amray inaan kugu dul akhriyo adiga dushaada suuratu lbayina lam yakun aladiina kafaruu markaasuu wasamaani ma rabbigay baa anigain magacaabay markaasuu ihi haa subxaana allah farxadduu ku seexday habeenkaa saxaabigaasi bal ka warraba tasawaruu takhayaluu bal ka fikira ilaahay baa magacaabay oo leh yaa muxammed yaa jibriil u sheeg nebi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ubay bnu kacab suuraddaa korkiisa ha ku akhriyo ma rabbigay baa i magacaabay haa fabakaa ubay farxad buu la ooyay farxad yabkuun min shiddati alfarax maxaa dadkaa ilaahay ku jeclaa hawadooda may raacin hanuunkay raaceen shahwadooda may raacin shariicadday raaceen baatilka may raacin xaqa ayay raaceen naftooda may adeecin ilaahay bay adeeceen diintan islaamnimada innagu maanta aan haysanno
ان انكم مانتا ان كو ابترسنينو ام بكرون شيغن بس دين تو دينتي صلاه دو صلاه دي قران كو قران كي حديث كو حديث كي قبله دو قبله دي سون كو سون كي مساجد دو مساجد دي حاجه وجسنه بنو جسنهنا سوره الفاتحه دي اخر الايمان اخر اينا لكن قلوب تسبد شمال عايز بدلي قلوب تسبد شي هذا ابي بن كعب وهذا معاذ بن جبل وهذا بلال الحبشي رضي الله عنه وهذه خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين جبريل عليه السلام أيا سمالك سودا دقيا مكو إمن أيا وحكى لهم السعدو وحكى لهم السدو صلاني بشار أسدا أي أسدا خديجة أسدا رضي الله عنها أم المؤمنين يا محمد خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين وعذو الشكتا الله السلام كان سلام أسدا وعن الله بشاري وبشاري قصر الجنة كويا اللي قلي دونتا قصر عمر كي قشنا وحصا وحنا هي اللغوية يقتيلوها بيراتين أيسا مغلي دون با الله بشاري وبشاري بكيد خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ولا لي البشر كان بني آدم كان إلى أين نقوقي من ما يقبيل إلى أين نقوقي من ما يلعق إلى أين ما دن نقوقي من ما يو إلهي وحاو نقوقي مني وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ما شاء دونت الجوب طبق الضاد دونت كجر وعي لهيك وقل حساب تميا وإيماني لك بقويا بل نقيس إلهي كما بحي من أباجن إنك أسبد الله إلهي أسبب الدليل جل وعلا فنتبع الهدى حنونك هدار رعنو ونعوذ انك صاحبنا الهي تبارك وتعالى سددتك الرانيك وقلنا قضي ايا الهي انك الرانيك وقلنا قضي مركو مسلم اقدقي ومسلم هذيك نكادقي وخير با الهي كل الدوني نعمد دان وضنه سانو اقنا نمبا دائما قال يوسف ننتوغا ايارك وحور ربا دايما كدهارك قالك انو كدعو كحضو وحو كويد هل كدو سعطا وحو تولا لابا نسعطا انو بتولا لابا نسعطا هنسرعنا انو ربو كيد وطول تولا لايساقو مسعطا جو هردن يدايما كقالك ونكني وطول ربا انو كدعو كحضو مالين تيو دوي سعطان هبينك إنك نوع طاعب أو سكر سحلا لكن توقع هبينك ما سحنا يوش غيستا مركزو سقدي ده حقوب بعد جبري يسودن بكبارة وكوايا وابري جنا وحوار كان نكيو قاعد تكو هست والله صباح يو هاي حري سنة يا ويا وروا كان هبينك ودوار رديائي ما هبينك حقوق دعاس ما لنتين هو هستا هذا هبينك كلا سو قلي سيدي يا سلم ماذا او اركاي سوغو هايستا هبنكينا او كوايا مالكينا هو اركانك او هايستا مقالا لي او سعدان بركا او دواتي برونتا او شاقو بوحو كويري انا قلت هلا لابا نو سعدي وعلى كو صور رعي الجوهر ادى قال لك اينا كاردعون كاحضو مالكينا وان اركا اضو هايستا هبنكينا وكاوايا هبنكي هالكيد يسابو كيري وعلقا عدادو مركا دعادو دولكم مدو بادو ayaan jeebadayda ka soo saaray oo jeebadaada ku ritaa buu kayd. Haguna ka raadinay isagu. Yaa. Jawharada qaliga isagii jeebadiisa ugu jirta habeenkii laakiin meel galu ka raadinaya. Midalka maxaan u soo qaadanaya war waxaan kulli baaneena adduunkan iyo aakhira inaka haysana. Wa ilaahay amarkiisa wa islaanimada oo sideeda u qaadano wa quraanka kariimkan barano ku amal fallo ka shaqeyno. وخو نو حلاليين ان حلال شنو وحو قران كو نغه حرمين ان حرانو ارغنو نبيي محمد عليه الصلاه والسلام اخو دبدينو تاسي ليبانت كو جيرتا لكن ما انت ليبانت مسلمين تو ملك لا كرادينيا امنيك ملك لا كرادينينا الهينا امنيك ايمانكو كو شيغي الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الذين امنوا كو إلهي الرمي تبارك وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إيمانكم وغنى شركة أنا كل رن أمنك كوا سهل يا إلهي
أمنك إلهي عيداً كمحرن دولنا إلهي كمحرن إلهي أمنك وحاو كحري إيمان بابا إلهي كحري هذا إيمان دبل إيمان وإيمان كوغا شرك أين كلن إلهي بلا لحوق هذا إيمان أمننا إينا هلايا هنون كان إينا يكوكوا سعي متسنه نلول ونكسن ما دونينا كلن سمر ربا إلهي نلول شو ونكسن وحوكوش إيمان كي عمل كصالحة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلهي بعد إيماني عمل صالح وقفك الله جهله لبي يبدك متك ضاني هالنقطة با إلهي ليهي وحن كنا ليسينينا وان كنا ليسينينا با إلهي ليهي نول الله قلنا لا تقوم ونكسن يقول الله شاد بيد قوم ونكسن قوم معان وحا إلهي كبحي يا إيمانك يا عملك صالحا إنك وحن لنا هاي مانتا إيمانك إنا وان لنا هاي صلاة دينا وان هاي نايا وعمل صالح بك كمتها نلشي ونكسنين إلهي بلان قادي ميبان لنا هاي وحن وحن مسلمين تمانتا دويدا اي رفاتيهن لباتيسيهن إيمانك إلهي قرآنك وكشاك يو يا عملك صالح قرآنك اللي كشاك يو إيمانك يا عملك صالح كان مانتا إنك وان هاي سنن ماها وكي صحابة الرسول كوي هجدين وإيمانك قلبك أبي بكر كجري إيمانك قلبك بلال كجري صلاة أبو بكر وتكنيي صلاة أبو هريرة وتكنيي صلاة عمر تكنيي تلوجد وتاوي ويدتك صاروها إيمانك عملك صالحة مثل بإله أسوق أذن يا مثل 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 والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلهي بأمر خاتك عي إني مؤمنين دبا يا هاير وإلهي أي روميين وإرقد أي روميين وكتبت أي روميين وآخرة أي روميين ورسوش أي روميين ما دام إيمان كوكو إلهي وكامل كدقي كو الله جدو وكو أسادق ما إيمان كأمد الله دوني إلا قرسين وإيمان كصحابة دي وكو دن مسلمة أي من شيخ ويمدو كويري قرآن كوحان كوهينا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحيلا هيليا وح حق نجوا هذه جرجال كمؤمنين ت ما أنت أدوية المؤمنين توقفون دبتيس ناوي جرجال كله وحول إلى هاي مؤمنين بيوديه جرجال كله هاي وينو بلن قادين ونو جرجال أيو لكن مؤمنين تو قرآن كشيء جي منا هاي ما أنت هنا كلمة الإيمان قرآن كوي كت الله لكن مؤمنين ت أوايا كلمة التقوى قرآن كوي كت الله لكن متقين ت أوايا كلمة المحسن قرآن كوي كت الله لكن محسنين تي آوية كلمة الصبر قرآن كوي كت الله لكن صابرين تي آوية كلمة القانتين قرآن كوي كت الله لكن قانتين تي آوية كلمة العلم قرآن كوي كت الله لكن علماء الربانيين تي آوية كلمة الذكر قرآن كوي كت الله لكن ذاكرين تي آوية صفات كان قرآن كو أشيغي على الربا إن قرآن كت الله ما هنا وعلى الربا وحن قرآن كو أشيغي يو داد نلوش و دايكو قرآن تاين لهلا الله بحنيا خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه أيا نين يهودي مسكيت كسوء قلو يري آوية قرآن كي نيبو كوري مسلمين تي وعيوت الماء من أبو الدرداء إلى دوكا قرآن كي يبي سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه أيا سوق مقالة مدينة سوء قلي يدو صلاة دي أي دواتي وددك بعدار دي يبخار دي يبعقاش لياشي يدوكان دي intay alaabo hoogi oo dhulka sada u yaalay ka dhaqaaqeen ay miskiidka u aguugeen aguugay aguugayna xaga dambasiigada iyo boorku ka kacayo markaas Umar ibn Khattab wuxuu akhriyay aayada quraanka ninki doonaya inuu arko aayadaas rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqamis salaah wa itaa'iz zakaah yakhafuna yawman تتقلب فيه القلوب والأبصار نكي دونا يا عيد دايو شقيني سينو أركو أصحاب محمد وقوة سيقبو ما أنت إنك السوق يدين أولا ليا بركة ليا بركة لا يدعمو سوق موسلمة أر موسلمة مي إن عدان وفرنسيس هي دينة إسلام السوق لي سكيت قال لك هنا إسلام نما دي بالله لك هنا مدة مركو مسلم هابو قبر بمرك أصلا يرشى كيستين مسلمة دو سومالية دا قبر دي بو أبيه دو يمدود قبر دوان جعلا دا إيدي سيدنا ويجعشه
odaygii baa ku yidhi dee maad islaamta adigu yahay anuu muslim baan ahay buudiyo dhowr sano ba islaam baan ahay dee hal maalinna masjidka kama arkine wuxuu yidhi dee marka la adimo muslimiinta masaajidda inta soo galaysa iyo inta hanaysa yama badan buu ka yidhaahay ar yama badan yaa inta hanaysa badan wuxuu yidhi inta masaajidda galaysa ku xaroonaysa xilliga la adimo anigu kuma biirine kuwa bannaanka jooga ku biiray buu kuwa ku biiray marka aadaanku dhacayo la tukanaayo kuwa dibadda joogaan ku jiraaya kuwa soo galaya kuma jira buu kuma nabiiray kuwaas maxaad ku jawaabay waa nin soo islaamay baa hadalka leh waa jawaab meesha taal islaamnimadan ilaahay jalla wacala waxa uu soo dejiyey ma ahayna qur-aanka ku qornaata maaha ma ahaynay diintu memori ay ku taallo maaha maaha qur-aanku inuu awraaq ku qornaado looma soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejiyey in dadka noloshooda diintu ay ku qornaato salaadii baa laynagu farad yeelay waa in la helaa boqolkii boqol muslimiintu salaada inay ilaalinayaan soonkii baa laynagu farad yeelay waa inay noqdaan muslimiinta boqolkii boqol kuwa soomaaya qadul basarka laynagu waajibiyey waa inay muslimiinta boqolkii boqol indhahooga ilaaliyaan xaaraanta ka dheeraada baa la yidhi waa inay muslimiinta boqolkii boqol xaaraanta ka dheeraadaan waa inay dadka muslimiintu ay noqdaan dad islaamnimadu ka shuuriya laabtooda ka muuqato ninkii doonaya inuu cumar bnu khadaab inuu arko ayadda qur-aanka oo shaqaynaysa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illah hayaga buu waa kuwa asxaabtii nebi maxamed ah hal qof ku hadhi maayo suuqa ila almasjid xaggee ilaa bayti illaahi caza wajalla allaahu akbar hadday maqlaan waxay hayaan oo dhan dhulkii sidaa u dhigayeen ka doonaya liibaaniya guul guul ilaahay agtiisay taallaa jalla wacalaa guul ilaahay baa haya cis iyo sharaf ilaahay baa haya يسعد إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بلال الحبش رضي الله عنه الدون مملوك أبوها أما قال هذا ما كان لقد حد صدور لعذابه لكن مركو أعمال إيمان لي مدي وكان نبي محمد أوليه يا بلال حليت ولا شنقد هذا كبها شنقد ودي جنة هر تيدان كم مغلي هل كان محدك قاد يشيك برسولك كوي والله يا هبينك بلال سيديبك سيحديك ولتا هبينك فرحد رادي madaxweynaa ku ammaanay manajarkiibaa ku ammaanayey aabbahaabaa ku ammaanayo ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayey ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa iyo kambaniga lahaa ayaa shaqa fiicnidaada hadi lahaya markii la yidhahdana farxad buu markaa qofkaasi reerayn baa laga dareemayaa haddii la yidhahdo wasiirkii ministerka ku ammaanayeyna ka sii daranba maxaad u malaynaysaa nebiyullaahi muxammed عليه الصلاة والسلام أيا بلال كله يا بلال حالي طوله كبها غشن قد ودي با جنة هرت إذا كم بغلي بالله عليكم هبين كا بلال سدو بكو سحدي كل وطي فرحة دراد سدو كو سحدي معاد هبين كي نبي محمد ما لنتو نبي محمد معاد بن جبل قعنت وقبتو كلها والله إني لو حبك يا معاد إلهي با قدرت وقاكو جعله ولا لا ورسولك إلهي هذا الكاوحل ورسولك إلهي صلى الله عليه وسلم maaha shaksi caadiya hadalka qofka leh inan yar oo labaatan jirku u buxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantay tuu qabtay uu leeyahay wallaahi inii la uxibuka yaa mucaad ilaahay baan ku dhaartay waan ku jeclahay oo maxaa lagu jeclaaday raggaas oo ayaa jeclaaday ma gabadh baa jeclaaday ma madaxweynaa jeclaaday ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa ma munaafiq baa jeclaadaad moodi waa muxamed calayhi salaatu wasalaam khalqiga ilaahay abuuray kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa ku leh yaa mucaad wallaahi inii la uxibuka haddaad meheraddaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adiga waale ilaahow meheraddayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhidood qayinayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanul qaal maha waxaad ku leedahay waa lisaanul xaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxaa igala qiimo badan ubadkaaga igala qiimo badan wacalii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaada ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay
مسؤوليه هدو هاينا او ضيعي تو دوني هدي لودي با او ضيعي واي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلافتي سيبو اورنجري ورياده زمن كي نبي محمد عليه الصلاه والسلام وحي جا يا شقينا اي وفق قلبي سوا حكجرا اي نبي لوغه ورمي ده نمر قاص النبي قفقه وكلا غرناي ما مؤمن با مسوا مرافق مسوا كافر اما وحي او غايبو يري انك وحنا نغنا ظاهر كينا نغنا ابو عمر بن الخطاب نغا خير كارغنا وانا امنينا او تلدا امده وحبان او غديبنينا نغا خير ان كاركي ويننا امين من ابو عمر بن الخطاب ان ايا وي مدوي يا امير المؤمنين واتن دوله الاسلام كو بلارته انغا ما ديغا ديكت ايغا ديكت ما ركتاني والي ما ديغا ديكت ما ركتاني نين مسؤوله او مغاله ما ديغا ديكت حاكم markaas Umar ku yiri waad u qalantaa warunta bari toolay kaalay buu dhinoota ku diyaarinaya magaalada ku dhiibay oo amirka ka dhigaya nasiib ninki wuxuu Umar ku soo noqday xil Umar bin Khattab u badgisi ay dhunkanaya oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisa iyo isagu wada ciyaarayaan markaas uu yiri Amir al-Mu'minin oo ciyaalkayga ma dhunkanaysa markaas Umar ku yiri suubadkayga ma aha maxaan u dhunkan waayay wallahi aanu inta suubada ayaan dhalay buudiyo wariga midna kaba dhunkan buu ninki markaas Umar ku yiri warqadan ku qoray idi warqadu maxaa ku qornaa wadan dambu u magacaabeen inuu ka noqdo amir warqadii intuu qaadu ka jahjahay markaas uu yiri ubadkaaga baad u naxariisan weydee sidoo umada nabiga uu naxariisan buu keyd orodo reerkaagu naxariisan buu keyd ma indak rahma ala ahl kayfa tarham ala umma muhammadiyya ubadkaaga baad u naxariisan weydo u damqani weydo dhunkani weyday oo waqti ku bixini weyday oo tarbiyadeeyni weyday oo jeclaani weeyde sidoo kale madan nabiga ugu naxariisan buu ka yiri orodna xariista guurigaaga ka soo bilaab buu ka yiri halka ka soo baro raxmada diin dina awal ba ka dhisan ba ka dhisay sa ilaahay nasiyeenaka boqolki boqol maanta mujtamaacna hadaan meel walba marto ma aha wadankeena oo kaliya meel kasta caalamka marmaad نقصان دينت باتا العالم نقصان دوية متى لا دوية دوية بيريسا لسموه مقالة دينا هرقية سموه بيرامسا او ناقصو وريش اقا وبيريا سوما بشياك مقنا دين سونا قوة مال عصوبة بيريسا دوية دوية بيريسا لكن خير كمحو الله بيري لاي محا دينت الله بيري لاي محا مجتمعين اسلام نمادو كشتوكي لابتو دوغم مقالة دا mahadan yaradeenii sunnadii nabiga uga muqallaada adduunyada waa loo dadaalaya laakiin diinta maanta cidna u dadaalimayso adduunyadu agoon maaha islaamiga baa adduunyada ka shaqeynaya oo inamadii baa adduunyada ka shaqeynaya oo ragyadu warba adduunyada ka shaqeynaya diin shaqadeeda marka la soo gaarana culimada ku riixayna bas arayaa ku riixna culimada kanu aalim bay salaada aalimka laga marabo salaamka salaada faradka aalimka laga raba jaahilka laga raba taajirka laga raba faqirka laga raba madaxweynaha laga raba soonka wana waa lamid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaadana faradkaaga dhigay diinta inaad wax gashato u dadaashina ilaaha saa ku amri diinta inaad ka shaqayso ila diin noloshaada ay timaado mujtamaacna diini ka muuqato dadal binooga baahanta lidalka zaman ki nabiga na alayhi salatu wasalam dadalka diinta umad umaysan kala harin wallahi umay kala harin aji abu talha nikal oran jiray wa ansaribuha um sulaym radiyallahu anha wa anas bin malik hoyadi oo mu'minada muslimada ayu damcaynu gursado markaas uu haasa wayimidi ina ku gursanaa rabaa ka war waxay ku tirmaad islaamtay markaas uu dhimay laakiin diin baan haystaan bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay markaa ay ku tiri diinteed haysataa afala tasdahi ma tahshuni bay ku tiri ma tahshuni diinteed haysataa manigaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxan la qoray caabudaya ayaa la diin baan haystaa xishoob ay ku tiri diin ma haysatid diin annaka haysana diin waa diinta nabi maxamed uu la yimid alayhi salatu wasalam hada huwa diin
markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tiri in aslamta fa inni la uridu minka sadaqan ghayruhu bay ku tiri hadal macniisu waa ya aba talha soo noqo bay ku tiri aqusan kaalay haddaad soo islaamtid in haddaad soo islaamtid bay ku tiri mahar iyo marin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen kaa dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo marinkayga u qaadan bay ku tiri maxaa gabadhaagteeda qiimo lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu narka badbaado cajiib oo islaam wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waayahay anas radia allaahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana inankeygiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u geed sal alay wasalam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku cashahaatay markaasay ku tiri soo celi anasow markuu islaamo markay soo celi u soo celiyey ayay ku tiri haddaba anasow hooyada u guuri bay ku tiri yacni hooyada maanta laga bilaaba ku ogow bay ku tiri maaragtaana waa kaasa ninka maadaama ballankii buuxiyey ana ballankayga waan buuxiyey waa ninkaygii bay tiri abu talxa gabadh cajiib ahayd umu sulaym yarayt yarayt haweenkeennu mee gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay radihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka abu talxa caloosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihii oo xanuusa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi abu musulaym ilmahaygii yaraa bal iga waran siduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yaheen isqabooji bay ku tiri xaaji iska dhaso safar baad ka timid dee isqabooji markuu habeenkii u dharkii dhigtay uu yar nastay uu casheeyey gogoshiina ay dul yimaadeen ay wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is-arkeen u barakeeyey ayay ku tidhi intay barida u fadhiisisay yaa abaa talxa i dhegayso su-aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyaysanno oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaabay tidhi haddaba ilmaheennii yaraa inagu maan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay ilaahaa baa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro maydkiisiina waa ka halkaa ku duuduubana kaco iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdha caynkaasa ma soo marin mana soo mari doonaan ogada ilmaheegii oo sadi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaallo mare ku duuduuban ayay sariirtan ama faraashka dushiisana ay ninkayga ku dul raalli gelisay uu yaabay abu talxa maxaa tidhi waxay tidhi ha walwalin in waa la nabare tarbiyad baa la baray iyaka ina lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wkulu shayin cindahu biajalin musama nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu saxaabadiisa ka dhaadhiciyey saxaabiyaadka in gabdhihiisu ugu horreeyaan waxa uu baray waxa ilaahay uu qaadanay isagoon baa iskale waxaan haynana isagoon baa inoo dhiibtay war maxbaan leenahay inaku ma lehed maalintaad hooyadaa ka soo baxday inanu hooyadii ka soo baxay walaa islaam baa ila socotay walaa inamaa ila socday walaa gabdhahaygaa ila socday mid walba keligii buu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa waladadka ummuka yabna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuuna idaa bakow fii yowmi mawtika daaxikan masruura hooyadaa waxay ku dhashay adigoo ooyaaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin oy leeyihiin wiil baa dhashay wiil baa dhashay maxaan u bixinaa ay leeyihiin ilaahay amarkiisa intaad adduunyada ku nooshahay ilaali oo diinta ilaali oo salaada ilaali oo amarka ilaahay ilaali si maalintaad dhimanaysid aad adduunyada uga baxda adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ka baroortaan tarbiyadaa baa saxaabada la baray waxa ilaahay uu qaatana isagoon baa iskale waxaan haysanana ilaahay jalla wacala isagoon baa inoo dhiibtay ilmahii waa kaa maydkii waa kaasa kac soo aas bay ka tiri dadna markaasuu abu talxa radia allaahu canhu wuxuu sameeyey markaa waxa u tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulkiibuu u sheegay markaabuu nebigu ku yidhi acarastum ulaylata yaa abaa talxa
يا أبا طلحة حالي تولي مالي عروس تيو عروس ماذا هيدو حاجيات إسلام هذا حالي ما بركيسي مرقاسول يا رسول الله مرقان عشيي إيا دين أم بركيي كذب أي أرنت إيش يكتبو كيري مرقابو نبي كيري بارك الله في ليلتكما إسأرقين حالي تولي الله إني بركيي بو كيري إسأرقين حالي تولي الله إني بركيي أبنك دعا دي با إلهي وقبلي علو الشيدي بحبنك بالرحمك إلما أقلي إلمه وحون نقضي ويل بون نقضي ويل كي مالين تقضى الشينا نبي محمد با الله كيني عبد الله بو نبي أبحيي يا تحنيك نبي أسميي مقع نبي أبحيي دبتي نبي محمد با الله قبط الله قبط عيارسيي ما وحاول سفيان بن عيينا وحال أركي إلمه يرى وصغال ويل علماء يساونا دالي إلما بركة سنحو دالي أرمحو دالي شاقة دالي أولاد بركة سنمو دالي مد برجيين أمحو دالي مد برجيين أمحو دالي قبيلي قبيلي بو دالي قبقبلا قبقبلا دالي سياسي سياسي بو دالي لكن نك ديني كو ديني بو دالي نك بركة سن رد دريات بركة سنمو دالي إلما بركة سنموها بركة دي سواحة ودليلة أبين كو رحمك كود عربو نبي كو يري بارك الله في ليلتكما إسأرقيني حالي طول الله إني بركاني ما لم تقول دشينا دارت النبي محمد بلغو عيارسي تحنيق النبي قاو سميي مقعي سنة النبي قاو مقع عابي سوفيان بن عيينة ورواة الحديث كميدها أنا وحويري سقال ويلو علمو إلمي دلي بيوري الله أكبر هذه أم السليم رضي الله عنها ولا ليال دتكاس أكتو دين تاقيم للاحيد قبداس بدعيق يقيبي كويب ستدين مهري يا مرين وحي حقو لهاي وحي كدور بدي إنه أبو طلحة دين الإسلام فسوق له إنه قلنا ما أنت مسلم ولا الكينا وقرابة إنه تلكينا أي أكتنا بلا صلاة كو ديمان آيا قرمان دين تأوشيقنا ما تغانا سوى ما لدو قرمان سكو قرمتان مركو غفو دين مركا أم ببرارو مالا آسي قبري يسي مالا تبي نعشق مالا سوقا دي كفنك مالا سوقو يي بل رارك ودن باس قبورها يمن معاكو قبانا يروا كاسي وأنا أقول لك أن أنا 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 إن شاء الله هذا ورسف عنه الله إن شاء الله هذا دين تدل كي جه بدون عمرك اللي جاي على وقتك على قيبي وإلى عيدرت أوب عمرك اللي جاي على ده حاجة دم بهيجي حاجة دم ما تقنع سلامة مهردة أوبتك وحاجة دم به وحاجة دم به فأما من أوتي وأما من أوتي كتابه وراء ظهره مع قعدة فسوف يدعو ثبورا ويصلى معكوا حق إنه كان في أهله مسرورا حاجة دم بها إيجين رأك أنا ضيع لكم ماله هضيع الرأك هذا كأجها كجتاجن بلا مصاريف كجتاجن سيدني كي نبي قوي مدير أو كي كمان دبرة مسألة هاي بنو ثلاث سارتا معكوا جواب النبي أو كذا دبر إلى هنا ثلاث سار غير كاغا مصاريف تو دوغتك الى هيدرتين او بها وقتك غير قيد سير قرشين ان شاء الله ده شلكنا الله شافي موتاتينا الله ونحرس اني ما كان الله نزياد مسلمين تميل جوغان موافقين من من الله سي طاعت الله انه معاني اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤخذ بالجريرة ولم يهتك الست يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل النجوى ويا منتهى كل شكوى يا سند من لا سند له ويا عماد من لا عماد له يا منجي الغرغى يا منقذ الهلكى يا أمان الخائفين ويا جار المستجيرين إلهي سيدي ومولاي هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا
نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أكرم الأكرمين أكرمنا بنور الإيمان اللهم اللهم ردنا إليك ردا جميلا ألف بين قلوبنا اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اخرجنا من الظلمات إلى النور جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل